شحال منكم مستمعي الكرام كيعيش بالتمني؟ شحال من واحد من اللي كيفيق وهو كيتمنى؟ شحال من واحد من نهار كان وهو كيتمنى؟ شحال من واحد كيتمنى انه يتمنى باش يبقى ديما يتمنى؟ شحال من واحد كيمرر سنوات من عمره وهو كيتمنى؟ بدا التمني من نهار وعاء الحياة، بدا كيتمنى مثلا النهار كانت عنده 18-19 عام، غمض عيني حلها مرات 10 سنين لقى في عمره 28 عام وباقي كيتمنى، غمض عينيه وفتحها مرات 10 سنين اخرى لقى في عمره 38 عام وهو مازال كيتمنى. وفي هذه اللحظه اللي البرنامج كيتكلم معكم مستمعي الكرام، اعداد واعداد من الناس كتتمنى وكتكتفي بالتمني. واش يصح يليق يكون منسجم اننا نقولوا لبعضياتنا حضي راسك من التمني؟ غادي يقول البعض وما يمكنش الانسان لما تمنى شيء ما يمكنش يوصل، غادي نسطروا على هذا كل يمت يوصل. باش يوصل شنو خصو يعمل؟ اجي نبسطوها نسهلوها بزاف. باش توصل من النقطه اللي انت فيها لباب الدار شنو خصك تعمل؟ ضروري كيخصك توقف وتخدم رجليك خطوه خطوه وتمشى باش توصل الباب، بمعنى انه غتخدم غتعمل غتحرك غتبذل مجهود غادي تهدر طاقه باش تحرك. وكاين طريقه اخرى واللي يمكن عداد كيتمناها بلا ما يكون كيتمناها بطريقه واضحه، هو انه شي واحد يهزو ويوصلو للباب بلا ما يدير هو حتى حاجه. وللاسف هذا حال عدد من الناس اللي معاهم وليهم وبسببهم. غادي يكون موضوع هذه الحلقه الرابط هو حضي راسك من التمني. ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. طبعا تؤخذ الدنيا غلابة ان الانسان كيخصو، غادي نقولها بالدارجة وببساطة، ان الانسان خصو يدمر الى بغى يوصل، ان الانسان خصو يشتغل، ان الانسان خصو يمر من مرحلة التفكير والتقدير والتمني المرحلة ديال التطبيق. ايوا غتقولوا لي صافي تسالات الحلقه، هادشي هو اللي خصو يتقال. القضيه ماشي بهذه البساطه، ماشي نقولوا صافي ما نبقاش انا نتمنى، ما غادي خصني ندير شي حاجه، خصني نوض نتحرك، صافي من اليوم انا غادي نخدم، ما نبقاش غير كنقول غادي ندير غادي ندير وفي الاخر ما ندير والو. لو كانت الامور بهذه البساطه مستمعي الكرام كان كل شيء يوصل وما كانش بزاف المشاكل تكون في المجتمع، ولكن للاسف المسألة أكثر تعقيدا من هذا. المسألة عندها أبعاد اجتماعية وأبعاد نفسية، المسألة عندها علاقة مع الماضي النفسي ديال كل واحد فينا، المسألة عندها علاقة مع الواقع الاجتماعي ديال كل واحد فينا. وإلا ما كنتيش أنت كتقول مع راساتك صافي خصني نبدل راسي، صافي خصني نوصل، صافي غدا غنصبح واحد آخر، ومن اللي كيجي غدا كتصبح انت هو انت. ولكن الاخطر انه ماشي فقط كتصبح انت هو انت، من بعد غدا وبعدو 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 كتولي شخص اضعف اكثر، بل اكثر من ذلك كتصاب بواحد المجموعه ديال الافات النفسيه والاجتماعيه، كتصاب بالاحباط، كتصاب بالياس، كتصاب باشياء اللي يمكن تؤدي بك لما لا تحمد عقباه. لذلك المسألة ماشي بهذه البساطة مستمعي الكرام. غادي نحاولوا مع بعضنا خلال هذه الحلقة أننا نحلوا هذا الموضوع في مختلف الأبعاد ديالو، ولكن اللي كيهمنا أكثر أن حضراتكم تفهموا وتدركوا باللي شحال هذه وأنتم كتتمناوا وما عملتوا والو، وباللي كتجيكم لحظات حيت ما كتعملوا والو كتلصقوا السبة في وحدين أخرين، كيبانوا لكم الأخرين هما اللي معرقلين لكم المسار ديال حياتكم، وطبعا فهمتوها كتكذبوا على راسكم. ألو، صباح الخير. صباح النور والورد. ألو، السلام عليكم. ياسمين، أهلا وسهلا. الاسم الكريم اللي سمعتي. معكم سي محمد من مكناس. مرحبا بسيدي محمد من مكناس. قصة نصب احتيال أو مشاركة في الموضوع الرابط؟ لا، هذه مشاركة، غير مجرد اقتراح على البرنامج. مرحبا بسيدي، تفضل. أولا نشكركم على البرنامج، ثانيا حدا البرنامج ديالكم ديال حضراتك كان اقترح انه يتقام واحد النهار برنامج ديال الثقه.
ونتعاملوا بحسن النية. ما يمكنناش نهار كامل وحنا غير حضراتكم من الصباح حتى الليل. راه في بعض الدول تيربيو الوليدات من الصغر بأنه يدير الثقة في الطفل اللي حداه، في جاره، في الإدارة ديالو، في صحابه، وماشي حتى تيكبر عاد نقولوا حضراتك. والتربية راه كتبدا من الصغر، مايمكنش نبقاو نحضيو راسنا النهار كامل. وهاد حضراتك يمكن يعني كاين اللي بغينا نقولوا كتعالج غير الأعراض ديال المرض، ما كتعالجش المرض. المرض في الاعتقاد ديالي أنه خصو يتعالج من الصغر، وأنه نتعلمو نديرو الثقة، وعلى أنه حتى إلا لا قدر الله وكان في بعض الحالات تشمتنا، راه ماشي هذيك هي الغالبية الصحيحة ديال الناس. الأغلبية ديال الناس راهم في طبيعتهم تخلق الإنسان على الطبيعة ديالو اللي هي الفطرة اللي هي النقاء، عاد كيتلوت من بعد بمجموعة ديال الأمور باش ما بغينا. هذه هي المداخلة ديالي الأستاذ عمور. صحيح، تحياتي لكم عاوتاني على البرنامج. الله يطول عمرك، شكرا لك. أكيد يا سيدي الفاضل أن الأخلاق هي الأصل، وأننا مفروض أننا نكون متخلقين، ولكن للأسف نحن لا نعيش في المدينة الفاضلة. عندك الحق في الكلام اللي كتقول، من ناحية النظرية، من ناحية العاطفية، من ناحية الطوبوية أنت على صواب 100%، ولكن الواقع للأسف واقع المجتمعات على اختلافها. هذا ماشي في كل المجتمعات نفس النسبة المئوية ديال قلة المعقول. فاحنا في البرنامج كنقولوا هذا للأسف، أنه كاين بعض المجتمعات اللي فيها قلة المعقول هي الأصل والمعقول هو الاستثناء، وكاين مجتمعات بحال هذه اللي تكلمتي عليها اللي فيها المعقول هو الأصل وقلة المعقول هو الاستثناء. ففي انتظار أننا نربيو أجيال القادمة، وهذا واجبنا، واجب كل آباء، واجب كل أساتذة والمعلمين، واجب كل واحد، وسائل الإعلام وغيرها، كل واحد عنده سلطة، مع وضع كلمة سلطة بين قوسين، وعنده قوة أنه يربي، واجب عليه أنه يعمل هذا الأمر باش الأجيال الماجية تكون أكثر نقاء. في انتظار ذلك أحضي راسك. ولكن طبعا كاين الناس اللي يستحقون الاحترام، كاين الشرفاء في هذا البلد وما أكثرهم، كاين الناس اللي معقولين، كاين الناس اللي كيعملوا الخير. وهذا علاش كنقول دائما للمستمعين الكرام، وفي ارتباط مع الموضوع ديال حضي راسك من التمني، هو انه ما نبقاوش دائما حيت ما كنوصلوش لذاك الشيء اللي بغينا كنعتو الناس الاخرين بالاشياء الخايبه، وكنعتبروا كل واحد وصل انه وصل بطريقه غير مشروعه، وكنعتبروا كل بنت وصلت انها وصلت بطرق غير مشروعه. هذه من الأشياء ومن الأخطاء اللي كنرتكبوا حنا الناس اللي كنتمناو ما كنديروا والو. هذه من الوسائل، من الأسلحة بين قوسين نفسية اللي كندافعوا بها على راسنا واللي كنكذبوا بها على راسنا حتى نستمر. نمشيو لمكالمة هاتفية أخرى. ألو، صباح النور. صباح النور أخي عمورة. مرحبا سيدي، شرفني بالاسم اللي سمحتي. حياك الله. الله يطول عمرك. شكرا لك. شو الاسم ديالك اللي سمحتي؟ عبد الطيب من نواحي مدينه الجديد. تفضل سيدي عبد اللطيف، مرحبا بك. الاخ عمور بغيت نتكلم عن موضوع الرابط. تفضل. المتمنيات. واولا بعدا نتمنى من بلادنا ان تتقدم وتولي من ضمن الدول المتقدمه. يعني راه صراحه راه مؤخرا بزاف، يعني كثرت في ديال الفضائح والفساد بزاف. والمتمنيات ديالي يا عموره، وانا داك الشيء اللي قلتي في الاول، انا ماشي من، انا متفق معك، انا ماشي ضمن داك الشيء، نتمنى يعني يزول الحقد التجاهي والكراهيه من طرف المجتمع وبعض الاشخاص يعني مقربين ومعرفه. وصراحه انني كنعاني بزاف من هذا الحقد التجاهي، لانه كان حاسب راسي بان اغلبيه الناس يكرهون. اجي نوقفوا، غادي نوقفوا على هذا الشيء وعند هذا الشيء اللي كتقول، مع الاحترام ليك والشكر ليك سيدي عبد اللطيف. قلتي انك كتمنى لبلادك التقدم، مزيان نتمناو لبلادنا انها تقدم وتكون في مصاف الدول المتقدمه. واشنو غنجلسوا نتسناوها نتمناوها تقدم وغتقدم بوحدها؟ هذه من الاشياء اللي كيعالج البرنامج. كل واحد فينا في الموقع اللي هو فيه، في المكان اللي هو فيه، في الزمن اللي هو فيه، كيمكن له يساهم ان بلاده تقدم. اي شيء ايجابي عملتيه على بساطته، واخا تكون غادي وبالك واحد الكاغط مليوح في الطريق وتهزو وتديه ترميه في المكان المخصص للزبل، غتكون ساهمتي في التقدم ديال بلادك. من هذا العمل البسيط حتى الاعمال الكبرى الاخرى.
الى ربيتي ولادك انت كاب وكام على القيم الصالحه كتكون كتساهم في تقدم بلادك. اي فعل ايجابي يمكن نعملوه كيكون كيساهم في تقدم بلادنا. اما حنا بزاف ديال المغاربه كنتمناو ان بلادنا تتقدم، هي ولكن من غير التمنيه اش كدير؟ شنو هو الفعل العملي باش غتقدم البلاد؟ عندك صحاب البلدان الاخرين اللي متقدمين راه تقدموا بوحدهم، راه الشعوب هي اللي قدمت تلك البلدان. لان قلنا اكثر من مره شنو هو البلد، نبسطوا الامور، شنو هي البلاد؟ البلاد هي ثلاثه ديال المقومات، هو شعب ونظام حاكم واقليم، يعني طرف ديال الارض فين كاينه ديك البلاد. بهذا المغرب كاين في واحد الطرف ديال الارض جات شوكه بحال عارفين، فالمغرب هو طرف ديال الارض وطبعا فيه واحد النظام حاكم. هذاك النظام حاكم من هذا الشعب اللي هو الشعب قلنا كعنصر ثالث. الارض راها جماد، يمكن تكون فيها خيرات وتكون مزيانه وتا هي معطاء الحمد لله الا طحنا فيها داك الشيء اللي بغينا، ولكن العنصرين المتبقيين النظام الحاكم والشعب هما الاساس في تقدم البلاد. ما يمكنش البلاد غتقدم حنا نبقاو الشعب يتمنى ولا النظام يتمنى. الكل يجب ان يشتغل، كل واحد من موقعه، حتى واحد ما يحقر داك الشيء اللي كيدير. شي اي حريفي منكم انتم دابا اللي كتسمعوا، انت مثلا مول الطاكسي اللي دابا غادي بداك الزبون معاك، راك يمكن لك تساهم في التقدم ديال البلاد ديالك. كيفاش غتساهم؟ بزاف الاشياء تقوم بها. واش عرفتي الا جا عندك سائح وركب معاك وعطيتيه صوره زوينه على البلاد، انت نقي وطوموبيلتك نقيه وما نصبتيش عليه وما زدتيش عليه وديتيه في الطريق المزيانه وحاولتي تدوزو من البلايص اللي نقيين بلا ما تطول عليه الطريق باش تكثر الروسيطة وغير ذلك، راه غتكون ساهمتي في تقدم البلاد. حيت هذاك السائح غادي يرجع عندك مره اخرى وغيجيب سياح اخرين وغتدخل الفلوس لبلادك، هذوك الفلوس اللي حتى انت غادي يجيك منهم واحد الطرف بطريقه او باخرى. لو كل واحد فينا عنده هذا البعد وعنده الفعل مع التمني مثلا في تقدم البلاد، كنا بالفعل غادي نكونوا تقدمنا او غنكونوا بالفعل سائرين نحو التقدم. سي عبد اللطيف كيقول هذا الحقد اللي عليه هو وكيشوفه قدام، يمكن بزاف الناس كيقول لك انا ما كيحملني حتى واحد، ما عرفتش مالي اش داير، ما عندي سعد، ما عندي زهر. اشنو كدير باش تغير هذيك الصوره اللي عندك عند الناس؟ يمكن يواخذين عليك فكره خايبه، حيت للاسف حنا من الناس اللي كنحكموا على الناس من بعيد ماشي حتى كنعاشروا الانسان. احنا في البلاد اللي للاسف من البلدان النادره اللي الشعوب ديالها كيقول لك اش فداك خينا ما حملتوش. كيفاش راه هذا راه شي خلل هذا عندك؟ كيفاش تشوف شي واحد ما تحملو؟ ما حملتوش اصاحبي من وجهه، ما عرفتش ما حملتهاش، علاش؟ فللاسف انت كيخصك دير خطوات باش تغير صوره الناس تجاهك وتراجع نفسك، ياك ما بالفعل كدير شي اشياء اللي انت ما حاش بها واللي هي سلبيه وكتعطي هذا الانطباع السلبي عليك، ثم كيمكن لك تمشي في اتجاه وعند هذوك الناس اللي كتلاحظ انهم كيحقدوا عليك وتفتح معاهم حوار. اذا ما غتبقاش غير كتمنى ان الحقد الناس تجاهك يتحيد، ما غتكتفيش بالتمني، غادي تعمل شي حاجه عمليه باش يتحيد الحقد. الى ربينا وليداتنا مستمعي الكرام على مجرد التمني، وكنا امامهم كنمارسوا هاد رياضه التمني، غادي نسميوها بحال هكذا حيت بزاف منا كيتقنوا هاد الرياضه. شحال واحد كيتمنى انه يضعف عوض ما يخرج يدير الرياضه، كيدير رياضه التمني كيبقى غير كيتمنى. شحال من واحد كيتمنى انه ينجح مثلا في القرايه، في عوض ما يخدم ويجتهد ويضرب تماره باش ينجح كيبقى يتمنى، وملي كينجحوا الاخرين كيقول لك دايره نقيل. فباش نربيو وليداتنا مستمعي الكرام على انه النجاح لا يكون بمجرد التمني، كيخصنا نعلموهم من الصغر انه اي حاجه بغا يوصلوا ليها كيخصهم يعملوا باش يوصلوا ليها، ما كيكفيهمش انهم غير يتمناو، تكون عندهم غير النيه. حيت للاسف التمني والنيه كاين البعض اللي عندهم بحال بحال، في حين انهم مفهوم النيه كيكون باش انك كتنوي دير شي حاجه وتنوض تبدا تطبق باش توصل لهذاك الحاجه اللي انت باغي ديرها. فهاد المساله ديال التمني عند وليداتنا، وليداتنا اللي كيتمناو ينجحوا ويجيبوا معدلات في المستوى، كيفاش غادي يوصلوا ليها؟ غادي يوصلوا ليها وكنعلموهم انهم كيخصهم يقراو اكثر من واحدين اخرين اللي بغاو يجيبوا احسن منهم. وغادي نعطي واحد المثال بسيط، انت كتخدم وكتدمر وكتضرب تماره وكتعذب وكتفيق بكري، كتفيق مثلا في 7 الصباح ولا في 6 الصباح وكتوجد راسك وكتخرج تقلب على الرزق ديالك، واش يمكن نقارنوك ونقارنو النجاح ديالك من بعد 10 سنين مع واحد كيفيق حتى ل 11 ولا حتى ل 12؟ ما يمكنش.
إذن دائما وقانونيا في قانون الفيزياء وفي قانون الأشياء بغض النظر على التمني وعلى الروحانيات، بحكم هذه القوانين كلها أنت غادي تنجح وغادي يفشل، ما يمكنش يكون نجاحكم بحال بحال. غتقولوا لي ولا طلعت له شي ربحة، أنقول لكم هذا الاستثناء ديال الاستثناء ديال الاستثناء ديال الاستثناء، والذي لا يلغي القاعدة. القاعدة أنه دائما على مر العصور اللي كيخدم أكثر كينجح أكثر، ما فيهاش جوج، هادشي ما كيتبدلش ما كيتغيرش. اللي كيتمنى أكثر وكيخدم قل كيبقى في بلاصته، اللي كيتمنى قل وكيخدم أكثر كيمشي بعيد. إذن أول حاجة نسطر عليها النقطة رقم واحد، متمنياتنا ما خصاش تكون كبيرة بزاف، حيت كل ما كانت كبيرة غيبان لنا باللي صعيب نحقوها وغادي نتحبطوا وما غنعملوا والو. إذن أول شيء تعملي لله وتعمل سيدي، ما نقولش لك تمنى على قدك، حيت هذا خطأ كيعملوه البعض. لا، تمنى اللي بغيتي، ولكن ما تمناش بزاف الأشياء دفعة واحدة، حتى لك أنت بغيت تحقق بزاف ديال الأشياء، سير خطوة خطوة. تمنى الشيء الأول، خدم من أجله وحقه، ملي توصل التحقيق دياله بنسبة مئوية معينة دوز للتمني الثاني. إذن كلمة يتمنى هي كلمة شاملة، يمكن تمنوا بزاف الأشياء دفعة واحدة، ولكن إذا تعلمنا نجزئوا التمني غنكونوا خطينا الخطوة الأولى في طريق النجاح. ألو، صباح الخير. ألو، صباح النور. مرحبا بسيدي، الاسم الكريم. رشيد القاضي. مرحبا سيدي رشيد القاضي، من مدينة مكناس مرجان رياض الزيتون. مرحبا بسيدي، تفضل سيدي رشيد. أخويا بغيت نشارك معكم واحد الموضوع ديال النصب والاحتيال. كان واحد السيد جا عندي قال لك عندي واحد المحل تجاري وجا وتيم تصرفوا من دوك صحاب ديال الاتصالات وقال لي نحط داك البوز ديال التليفون على برا امام المحل، وقال لي بقى غتبقى تجيك واحد الراتب شهري ديال 1500 درهم من الشهر للشهر، ولكن اذا دابا تدي واحد القسم من الفلوس. فاش هذا القص قال لي واحد 1300 درهم، وقال لي من الشهر للشهر. قلت له شوف اسي بغيتي الو كنسمعك، تفضل سيدي. واخا راه الصوت عندك كيتقطع مره خذ شي بلاصه فيها تغطيه مزيانه اللي جات على انا سيدي. قلت له راني مكلش نعطيك الفلوس. قلت له باش نعطيك الفلوس مشي نخلصها عندهم في الاداره، واش واجي عندي مع السد عشيه وداكشي. قلت له ما يمكنش. قلت له سيدي تقول انت راه مستحيل، ما كاينش. جيد، ايوا بقى يا ما يحاول معايا ساعه مرقمي يدي يصور من مرقمي يدي. هو هادشي كامل تعلمناه من عندكم السي محمد عموره، الله يطول عمرك اسيدي. تحياتي ليك، كامل تعلمناه. الله يبارك فيك اسيدي. الله يجازيك بخير. كاين برامج مخصصه للاهداء، ونقولوا ان سيدي عبد اللطيف كيهدي كل ما كيتمنى، وسيدي رشيد كيهدي كل ما كيتمنى من اشياء جميله لكل الناس اللي كيعرفوه. يلا يا سيدي الفاضل، غادي نمشيو للمكالمه هاتفيه اخرى، وما اكثر المكالمات الخاصه بهذا الموضوع، ايضا الحامله لصور نصب واحتيال. وبغيت نقول لكم على ذكر صور النصب والاحتيال، يحتال عليكم بمناسبه التمني ديالكم، لانكم كتمنوا بلا ما تخدموا. غادي ناخذوا مثلا اللي كيتمناو يمشيو للخارج، كتمنى انك تمشي لبرا تخدم، حيت بالنسبه لك برا كله فلوس وكله مستقبل وكله زين، ماشي مشكل. هذه الصوره انت راسمها في الخيال ديالك، ما ندخلوش في تفاصيلها. كتمنى انك تمشي برا، ما كتنوصش تشتغل على هذا التمني باش توصل ليه، كتقلب على الطريق البسيطه. الطريق البسيطه هو انك كتدبر على شي واحد اللي غادي هو ينصب عليك، هو تاهو دايرك في باله، غادي يقول لك باللي كاين كونترادا، كنديو بكونترادات، راه مشاو الناس قبل منك، كتخلص واحد 4 ولا 5 المليون ولا 6 ولا 7 على حساب الراس، وغادي تمشي للخارج. وكتلاقى مع واحد كيقول لك حنا راه كنقطعوا الناس، غادي تخلص واحد البركه وغتمشي مع الخوت، غنقطعوا راه داك شحال من كيلومتر داك الشيء قليل وغنوصلوك، غادي تحرق. ولكن هي بمجرد ما توصل تما صافي راه كيستقبلوك في المراكز ديال الاستقبال، كتبقى تما تدير وريقاتك، كتفرش لك الدنيا يعني بالورود. ولكن لو انك تمنيتي انك تعيش في بلد اخر، ومن حقك تمنى انك تعيش في بلد اخر وتعمل الخطوات والخطه باش توصل لهذا التمني. وملي كنقولوا الخطوات والخطه معناها غتخدم، معناها خصك تمحن وتضرب تماره باش توصل لشي حاجه، حيت هذه هي الفلسفه ديال الحياه. اي حاجه بغينا نوصلوا لها
كيخصنا نبدلوا المجهود المواتي ديالها او الاكثر منها الا ما كانش الظروف طبيعيه، سواء كانت سياسيه اجتماعيه اقتصاديه وغير ذلك، كنبدلوا مجهود اكبر. ما كاين مشكل نبدلوا هذا المجهود الاكبر، ولكن على الاقل يكون عندنا استعداد لبدل المجهود. نقولوا بغيتي تمشي لالمانيا، شنو خصك تعمل باش تمشي لهاد المانيا؟ عندك جوج ديال الاختيارات، غتقول نحرق ولا نشري كونطرا هادو تنصب عليك فيهم، او غتقول غناخذ الامور بشكلها الطبيعي، كيخصني نتمحن ونتعذب ونخدم، غنمشي نقرا الألمانية، غنمشي نشوف الخطوات القانونيه، غندخل نبحث في المانيا علاش على من كيقلبوا، شنو هي الاحتياجات ديال سوق الشغل ديالهم، غادي نعرف شنو هو الاحتياج اللي الا مشيت وعرضتو غادي نكون مطلوب، غادي نمشي نعمل تكوين في ذاك الاحتياج، وغنشتغل مزيان، وغادي نحيط بكل التفاصيل ديال ذاك الملف، وعاد نبدا نقلب كيفاش نوصل لألمانيا. وغادي يقولوا لي ما تقدرش تمشي لألمانيا ديريكت، غنقول اذا خصني ناخذ فيزا لبلاد اخرى ونمشي من تما في الكار توريست ولا شي حاجه وحتى نوصل وعاد نشوف كيفاش نعمل. لماذا يا مستمعي الكرام حنا دائما كنقلبوا على الطرق الاحتياليه واللي هي اللي كطيحنا في الفخ ديال النصابه والمحتالين؟ علاش لما كنتمناو شي حاجه ما كنشتغلوش من اجل الوصول للنتيجه الايجابيه ديال هذاك التمني؟ لما كنتمناو شي حاجه اول حاجه كنفكروا فيها، للاسف ماشي ما كنعممش، اول حاجه كنفكروا فيها هي كيفاش نوصلوا ليها بالخواض. الا بغيت نمشي نقضي شي غرض كنتمنى انني نقضي داك الغرض، نوصل لذاك المشروع ناخذو، غنقول غادي نتلاقى مع الناس، ندور شويه، نعرض على الناس. والتمني دائما مرتبط عند البعض للاسف بالخروقات بالخواض. لماذا؟ يلا نمشيو لمكالمة هاتفية أخرى. دائما عندكم إمكانية مستمعي الكرام أنكم تشاركوا في الموضوع الرابط اليوم، حضي راسك من التمني أو تعطونا صور نصبو حتير باش نستفدو جميع مع بعضنا. ألو صباح الخير. صباح النور. مرحبا بسيدي، شرفني بالاسم. محجوب التازر من دوار ولا سيدي أقنية سيدي قاسم. مرحبا بسيدي محجوب، تفضل محجوب. ونشارك معك في القضية ديال النصب والحتير. تفضل. في عمرة مرة في طنجة مع العائلة ديالي، أنا وخويا ومراتي ومرات خويا، جينا الأصيلة. المهم الأصيلة وقفنا في الطوموبيل ديالنا، عندنا بنت هكايا عند الباز معلق في درعا، وهذا قلنا اشتركوا معنا في واحد المسابقة، وعندك شي لا جاوبت على واحد السؤال عندك واحد الجائزة. قلنا لا ديش الجائزة، المهم قال لك المهم نطرح عليكم هذا السؤال جاوبنا عليه. قال لك سيدي، قالت لي جاوبنا على السؤال وقالت لك عندكم جائزة. ملي قالت لك عندك الجائزة قال لك تفضل معنا واحد البلاصة يمكن تاخذ جائزة أكثر من هذه. سمعتيني أخي عمورة؟ تفضل. طبعا تاخذ جائزة أكثر من هذه. شنو هو؟ دخلنا واحد الأوتيل ما يعني فيه ما فيه لا ضو ولا ما لا والو، ريحنا. هي تقول لنا شحال دابا كتخسروا في هذا المشي اللي مشيتو في طنجة وساليتو في البحر؟ غتكون خسرتو مليون. قلنا لا تقريبا، قال لك واحد الملكيه كدير 14 مليون شتي بها تقريبا 50 دولة. سمعتيني يا عمو؟ تفضل حاول تسرع شوية. قال لك تقريبا 50 دولة غتمشي لهاد بهاد 12 مليون، تعطيها لنا كاش ولا تعطيها لنا سميتو شكل طريقات. وبدينا كنتفاوضوا معاه كاش، وهي قلت له انا باش عرفتيني عندي شي فلوس نشري منك هاد الملكية؟ ما يمكنش لان علاش انا ما نثقش في هادشي اللي كنديرو تو. قال لا سيدي وصحيحة وكاينة. وقلت له اسمح لي سي اسمح لي اختي لهاد الهضره، ما يعني في نهايه المطاف ما عملتي معاهم والو. الو اذا ما عملتي معاهم والو، ماشي مشكل. شوف البرنامج راه سبق تطرق لهذا الموضوع والقضيه قلالت شويه، مابقاش بحال شحال هذه. كاين الناس اللي كيبيعوا لكم، كيقول لك نبيع لك واحد الفتره ديال السياحه في المغرب ولا في بلد ما، عندك كل عام عندك واحد الدار انت مالك ديالها مده 15 يوم، وكيمكن لك تبادل مع شي واحد اخر كاين في شي بلاد اخرى.
هذه واحد الطريقه كتعمل وكيدخلوك بهذه الوسيله ديال كيقول لك مسابقه وغتربح وكذا، وكيختاروا الناس اللي كيبان عليهم انه عندهم شويه الفلوس. من بعد كيدخلوا معك في التفاصيل، شحال كتربح في العام، واش مراتك خدامه، انت خدام، شكون اللي خدام في الدار، شحال كتصوروا كاسره كلكم في العام. ومن بعد كيحاولوا يبيعوا لكم الى طبعا عندهم اساليبهم، لان كاين تقنيات تسويق. الى استطاعوا يقنعوك كيطلبوا منك على الاقل تسبيق، والغد اللي عاد كتوقع معاهم. وقعتي معاهم من نهارك الا بغيتي تلغي التوقيع من بعد ما اللي كتمشي في حالاتك وكتفيق من القلبه بين قوسين وكتبغي تراجع، الا رجعتي بغيتي تلغي داك الشيء كيخصك تخلص واحد ما بين 4000 و5000 درهم، وهما ديما رابحين. فحضيو راسكم مستمعي الكرام من هاد النماذج اللي غادي تلقاهم في الاسواق، امام الابواب ديال الاسواق الممتازه، امام الابواب ديال لي مول، ديال الاماكن اللي مفروض بين قوسين كيرتدوا الناس اللي عندهم شويه ديال الفلوس. غادي تلقاهم في شي احياء شعبيه للناس ديالها على قد الحال، غتلقاهم في الاماكن اللي كيحاولوا انهم يتصيدوا الزبناء. وكل زبون كديه ديك البنت ولا داك الولد كياخذ عليه ما بين 100 و200 درهم وكيمشي في حالاته، وكتبقى بينك وبين هذوك اللي في ذاك المحل. فموضوعنا الرابط مستمعي الكرام هذا النهار هو حضي راسكم التمني، الهدف اننا نقول لكم بارك ما غير تمنوا، خصكم تمروا من قضية مجرد تمني، تمروا للفعل للتطبيق. وقلنا انه ما كنتمناوش بزاف ديال الاشياء دفعة واحدة، ما كنتمناوش الجملة، كنتمناو التقسيط. تمنى واحد الهدف بوحده باش تقدر تركز عليه وتقدر توصل ليه، ملي توصل ليه دوز لحاجة اخرى. يمكنش لك تتمنى كل شيء دفعة واحدة. وعرفوا انه الناس اللي كيتمناو كيمكن يمضيو عشرات السنين وهما كيتمناو وكيحلموا، يعني كيحقوا الاشباع غير بالحلم، اما الواقع ما غيحقوا فيه حتى شي حاجة. ثم باش تحلم وتحقق، باش تتمنى وتحقق، كيخص تكون عندك الادوات، وهاد الادوات هي اللي بالغة بالغة الاهمية في موضوعنا هذا يا مستمعي الكرام. الأدوات كتوفر على حساب داك الشيء اللي كتمناه. مثلا نعطي واحد المثال بسيط، عاود انت كتمنى انك تبدا تدخل للبحر وتصيد، هذا التمني ديالك. غتقول باش ندخل للبحر ونصيد كاين مجموعة الوسائل، اما كيخصني باخرة كبيرة، اما كيخصني واحد المركب متوسط، اما كيخصني فلوكة، اما زودياك، اما شي لعيبة كتنفخ وندخل بها وسط الواد ونلوح القصيبة ديالي. على حساب الإمكانيات ديالك كتبدأ بأبسط شيء باش كتحقق الحلم ديالك، ومن بعد كيمكن تطوره. إذا لما عندكش والإمكانية اللي عندك هو أنك تدبر على شومبرير وتنفخه وتدخل به من بعد ما تكون خديتي كل الاحتياطات ديالك وتقدر تبدأ تصيد، ممكن على الأقل وفرتي شيء أدوات. اما تبقى غير كتمنى وكتقول ولكن كي غندير تكون عندي الباخره باش نصيد، انت باغي تبدا من الباخره، ما يمكنش. التمني ديالك والحلم ديالك كبار من امكانياتك بزاف، والا عندك هذيك الامكانيات عاود غدا تولي صيغه اخرى ديال تحقيق التمني ديالك. اللي بغينا نفهمه من هذا المثال هو انه اي انسان كيتمنى شي حاجه، اولا كيخصو يدوز لمرحله التطبيق، ثانيا يوفر الادوات وفق الامكانيات ديالو وفق الحلم ديالو. ولا لاحظتي ان الادوات والحلم والتمني ديالك ما كموالمين شاي، كيخصك دير حاجه من جوج، اما انك تزيد في الادوات اما انك تنقص من الحلم، باش يبقاو هكذاك مختلفين مع بعضياتهم ما غدير والو. سمحوا لي مستمعي الكرام على التبسيط اللي كنقدم به الموضوع، ولكن كاين ناس كثار اللي بودهم انه تكون المسائل بسيطه باش يمكن يفهموها اكثر. اللي احنا الان راح نتكلموا على واحد الموضوع عميق وعميق جدا، ولكن بطريقه بسيطه وبسيطه جدا حتى نحققوا التواصل مع كل الناس، وهذا هو الهدف. ماشي الهدف هو ان نبداو نتفلسفوا حيثما وانه وسوف، انما نديروا بداك الشيء. الاهم اننا نفهموا بعضياتنا. فعلاقه ما بين النصب والاحتيال والسرقة والقريساج وكل المظاهر السلبية اللي يمكن تكون في مجتمع من المجتمعات، في علاقة لكل هذه الأشياء مع التمني. كل هذه الناس اللي كيمارسوا هذه الأفعال للأسف كيتمنوا حياة أفضل، ومن نهار كان الإنسان جوبل على تمني حياة أفضل، يعني دائما كيتمنى يكون حسن من اليوم بالنسبة لغدا. ولكن واش يكفي التمني؟ هاد الناس اللي كيمارسوا هاد الأعمال السيئة اللي ذكرت كيختاروا الطريق القصير البسيط السهل. هذا علاش حتى نجاحهم كيكون نجاح
بسيط وسهل وغير مستمر في الزمن والمكان، وكيخلصوا على داك الشيء اللي كيديروا اغلى من الخلاص اللي كان يمكن يختاروه اللي هو الخدمه ولا معقول. فكيستمتعوا متعه سيئه بداك الشيء اللي كيسرقوا ولا كينصبوا، ما كيحسوش بحلاوته حيت ديما عارفين شنو تابعوا، وإلا حصلوا كيأديو الثمن للمجتمع وكيأديو غالي. هاد الشيء إلا ما تضروش في حياتهم ولا في صحتهم ولا ماتوا هما كيمارسوا هاد الأشياء السلبية. لذلك لما كنتمناو الأشياء اللي على قدنا كيمكن لينا نوفروا لها الوسائل اللي بإمكاننا ونشتغلوا باش نحقوا هاد التمني الأول اللي بحال قلنا كنكونوا جزئناه، ومن بعد ندوزوا للثاني. هاد الناس اللي كيسرقوا ولا اللي كينهبوا ولا اللي كيسرقوا أموال الدولة وأموال الشعوب، شنو كيكون الأساس؟ كيكونوا كيتمناوا واحد الحياة في واحد المستوى معين، ما عندهمش ليلها الإمكانيات في ذاك الوقت. كيمكن توفر الإمكانيات إلا اشتغلوا من بعد جوج ثلاثة أربعة خمسة عشرة سنوات أكثر أو أقل، ولكن إلا اشتغلوا إنما هما لا، كيتمناوها كبيرة ودابة. كبيرة ودابة عندك جوج الأشياء، إما عمرها ما تتحقق ولا غدا تتحقق ولكن بالفساد. وملي كنقولوا الفساد عاود ما يمشيش لعقلكم، بحال كنقول دائما لهذاك المفهوم اللي ترسخ ليكم في عقلكم اللي الفساد هو ديك العلاقه ما بين المراه والراجل، ولا الفساد هو شي صايه قصيره، ولا الفساد الحقيقي هو انك تسرق مال الناس وانك تهضر في الناس وانك تكذب على الناس وانك تعيش الناس في الاحلام وانك تعطي وعود للناس وما توفاش بها. هذا هو الفساد في كل وبكل تجلياته، اكبر من مجرد جسد رجل ومراه. وهذه الثقافة كيخصنا نحيدوها، لأن بزاف ديال المكونات الاجتماعية حاولت ترسخها عندنا باش نساو الفساد الحقيقي ونركزوا على أشياء تخص أصحابها فقط. واحد راسك من التمني، شحال واحد كيقول لك كنتمنى نولي صحافي، من حقك مزيان تولي صحافي إلا بغيتي، خرا للأسف بعض الأحيان ولات الصحافة مهنة من لا مهنة له، ولكن إلا بغيتي توصل وتولي صحافي وتولي طبيب وتولي محامي أو تولي قاضي أو تولي اللي بغيتي، سهل، أي شيء تمنيتي يمكن لك توصل ليه، ولكن عندك وسيلة واحدة، ما عندك الجوج، عندك الخدمة وعندك يكذبوا عليك هادوك ويقولك لا راه خصك باك صاحبي، خص يكون عندك فلوس وخص يكون عندك المعارف وخص يكون عندك الوسيطة وخص يكون عندك الزبونية والمحسوبية. هادوك راهم أعداء النجاح، ما تثقش بهم، خدم واشتغل وغادي توصل. كيف ما كان الوضع ديالك، كيف ما كان وضعك الاجتماعي، ما عمر تخلي الفقر اللي هو ماشي عيب انه يحبطك، بالعكس كيخص يكون وسيلتك اللي دفعك اكثر انك تنجح. ولنا في الحياه، لنا في مختلف المجتمعات، لنا في المجتمع ديالنا امثله كثيره ديال الناس نجحوا وما دفعهم حد. عرفتي شنو دفعهم؟ العزيمه والقدره والخدمه والتضحيه. قاعده، الا ما خدمتيش ما توصلش، إلا تمنيتي وبقيتي في بلاستك تما غتبقى. والآن وأنا كنتكلم عيالات كتار ورجال كتار مروا عشرات السنين من حياتهم وتقدموا في السن وكبروا، دوزوها كلها كيتمناو وما وصلوا لوالو حيت اكتفوا بالتمني بلا خدمة، ولكن باقي ما مشاش الحال. إلا تمنى الدارك داك الشيء اللي فات، داركو بتدارك الخدمة اللي فاتت وما درتيهاش، خدم كتر تنجح كتر.